جميعنا عباد الله نتمنى أن يحبنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويجعلنا رفقاءه، فهو شفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية بتطهير النفس من الأخلاق الرديئة وحثها على الأخلاق الحسنة، ومن أعظم الأخلاق الفاضلة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرفق، ذلك الخلق الرفيع الذي يضع الأمور في نصابها ويصحح الأخطاء، كما أوصانا بالصلاة صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام سنتعرف على الأمور التي تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا، ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا نرجو ألا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا قولا وفعلا وتطبيقا، فهو الذي بلغ قمة الكمال البشري، وهكذا نسعى جاهدين إلى أن نكون به مقتدين. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ونموذجا لنا يجسد الدين الذي أرسل به، حتى يعيش الناس مع هذا الدين ورسوله واقعا حقيقيا بعيدا عن الأفكار المجردة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة للأمة في تطبيق هذا الدين ليكون منارة لها إلى يوم القيامة. لذا فإنه يجب على كل مسلم الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء أساس الاهتداء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن كيف نجعله يحبنا صلى الله عليه وسلم؟ أولا، من الأمور التي تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله ثمرة ذلك في قوله: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم، وشكر له على نعمته التي أنعم الله عز وجل بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله سبحانه وتعالى لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه. ومن أحب الكلمات التي يحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره أبو حميد الساعدي قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على نبيك عزيز المشاهد، ولا تحرم نفسك من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. ثانيا، ذكر الله في كل حين. فيا عبد الله، عطر فمك بذكر الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن كل ما يشينه من أقوال كالنميمة والغيبة والكذب والمواد السامة كالتدخين والمخدرات والمسكرات وغيرها. ثالثا، المحافظة على الصلاة، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وأبو داود. رابعا، إحياء سنته. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي:
يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. لذلك علينا أن نحيي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أحبها وما أعظمها وما أيسرها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نطبقها دون خجل ولا تساهل أو خوف من الناس. فكم من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم اندثرت نظرا لتبعيتنا لغيرنا. والله إن إحياء سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها أشد على أعدائنا من المقاطعة والشجب والاستنكار، لأن ذلك يظهر قوتنا واعتزازنا بهذا الدين وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، الطهارة الشاملة. المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النظافة بكامل معانيها، النظافة الحسية والنظافة المعنوية، فهو يتطهر من كل المنجسات والمدنسات والأوساخ، فهو طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر البيت، طاهر اللسان، طاهر المأكل، فلا يأكل إلا طيبا، لأنه يعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته في كل ذلك. كان يقول: إن الله طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله من حديث سعد بن أبي وقاص. سادسا، أكل الحلال. هذه صفة عظيمة في زمن كثر فيه تعلق الناس بالأموال مهما كان مصدرها، ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: إن أكل الحلال من أعظم الخصال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثمة تلازم بين أكل الحلال وحلاوة المناجاة لله تعالى ولذة الأنس والافتقار إليه عز وجل. وقد قرر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أكل الحلال عون على العمل، عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. سابعا، الرفق بالناس في العبادات. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحة وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو فاتن أنت ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. رواه مسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.